ندم وبيخبط على الأرض، لأن بالفعل هدف صعب قوي، هدف صعب جدا ونتيجة خطأ قاتل وهدية الحقيقة، هدية مجانية من عربي بدر. يلعب الكرة يعني هو يتحمل المسؤولية الأكبر طبعا، حاول الحقيقة حاول جنش لكن الأمور كانت صعبة. كوبينا يعدي ويلعبها من بين الأقدام وجنش يندب حظه ويخبط على أرضية ملعب عثمان عبي. لكوبينا يستغل الفرصة، حسبها إيه تسلل، اتلغى الهدف وجنش على نفس أرضية تسلل أعتقد يعني. وأرجو أن الكابتن الشناوي يراجعنا في اللقطة دي لأنها لقطة مهمة جدا. آدي كورة يا بوبو يا ما تفرحش قوي يعني، خلينا نتعلم من الدروس، ما تفرحش قوي لأن ممكن الفار يلغيه، بس أعتقد الهدف سليم ما فيهوش حاجة. لسه كنا بنتكلم عن القرار الجدلي اللي كان منش، خلينا نشوف أهو تمام يا ولد روعة راكنها برجله اليمين بباطن القدم اليمنى، رايحة وعارفة طريقها وعارفة سكتها. إذن بوبو يتقدم بعد ما كان تقدم كوبينا في الدقيقة 9، لكن تم إلغاء الهدف لتسلل على شادي حسين. يعني كنا بنتكلم على لعبة هدف سيراميكا اللي تم إلغاء، متصلحة ومتزبطة المرة دي على رجله الشمال، لعبها بالفعل روعة من الكاميروني، أروع. بعد ما وصلنا للدقيقة 33 في عمر المباراة، فيوتشر متقدم من الدقيقة 11 بهدف بوبو. تتلعب على الأرض أمامية، أحمد عاطف يا ولد ياخدها الله، المشاكس المزعج الخطير الهداف أحمد عاطف. لسه بقول إن أحمد عاطف بيلعب تقريبا لوحده، وشفنا في مواقف كتير عبد الله محمود وسيف وعلاء عطا وأحمد محسن لما بيضموا لجوه، لكن ما فيش أي مشكلة بالنسبة له على الإطلاق. قالك مش لو 3 ولا 4 لو 6-7 هلعب وهضغط وهاخد الكورة وهقطع وهنفرد وهسجل. في الدقيقة 33 أحمد عاطف يضاعف النتيجة بهدف بمجهود فردي رائع، في مثابرة في كفاح في إصرار في إرادة وفي ابتسامة جميلة بعد ما راح لمحمد إبراهيم بيحاول يعدي ويفتح لنفسه زاوية التسديد، مررها إلى وينفل كوبينا لكن ما توصلش، ترجع الكورة ومرة تاني سيف وجنش يخرج ينقذ الموقف، يمسك كورته وينزل بيها على طول على الأرض ويؤمن الموقف تماما في مواجهة وينفل كوبينا. شادي حسين لمسة رأسية اتقطعت، بوبو يريح الكرة بصدره إلى عربي بدر، عالية قوي على ناصر ماهر، توصل إلى بلبل، استلام من بلبل، تمريرة ناحية الشمال أحمد محسن، يعدي محسن طويلة على محمد إبراهيم ما يلحقهاش، لعبها من برا الملعب محمد إبراهيم وبدابو. شريف دابو لاعب مهم جدا ومؤثر جدا، ومن اللاعبين اللي كنت بقول لحضراتكم ممكن جدا ينجح ان هو يصنع الفارق. ادي احمد عاطف عدى مشي يا ولد، يقف على الكوره يغير الاتجاه، مش ممكن، كان في طريقه لتسجيل هدف عالمي المره دي عالمي، لكن يتالق محمد خلف لاعبي سيراميكا وتمرير ولعب الكرات الطويله، اتقطعت الكوره اتحولت الى هجمه لسيراميكا خطيره جدا. كوبينا هيعمل ايه؟ يسدد، فكر وخد القرار الغلط. الشوط الاول وبالفعل انهى الشوط كابتن طارق مجدي. اذن 2 فيوتشر لا شيء سيراميكا كليوباترا، هدفين لبوبو واحمد عاطف، شوط اول مثير ان شاء الله وفيوتشر وتقدم الضيوف، تقدم الوافد الجديد وصاحب المركز الخامس والطامع والطامح الى اقتحام المربع الذهبي. فيوتشر متقدم 2-0 الثلاث انديه هينفرد لوحده بمركز الخامس ويقرب قوي زي ما قلت لكم، هيقرب جدا من سموحه.
3-3 في الركنيات، اتلعبت الكرة، محمد إبراهيم ياخدها لنفسه يلعبها بالعرض لكن ما تتزبطش، تعلى وتفقد تعود من جديد إلى سيراميكا. شادي حسين استلم شادي، واحدة والتانية والكرة على العالي يحطها يا ولد شريف دابو، لكن راحت في منتصف المرمى وضعيفة كمان، وشريف وبرجله الشمال يفتح اللعب أمامية إلى شادي، في لاعب من فيوتشر على الأرض لكن اللعب يستمر، وشادي عدى 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 ومحسن يحطها جميلة، دابو العودة كانت قريبة لكن تخبط الكرة تترد مرة تاني، محمد إبراهيم يحافظ على الكرة، ضاعت لكن وصلت إلى بول وجنش أبو الأجناش يحافظ على اللي كاد أن يغرد في الشباك بهدف عالمي، بول يعدل يسند والبليسنج رايح في الزاوية اليسرى العليا لمرمى فيوتشر، لكن جنش يلف الكرة، شريف عالية جوه المنطقة وعبد الله محمود تخبط الكرة توصل لمحمد إبراهيم، شادي لعبها في القريبة لكن جنش للمرة الثانية في دقيقتين يتألق لحقها، وادي مرة تاني وجنش من على الخط، جنش من على الخط يطلع الكرة بره الملعب تاني، ادي كرة جنش اهو، شوف الكرة، لا بعيد 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 وقبل الخط، وانقذها جنش، يعني نقدر نقول ان جنش لكن ما تتظبطش وتضيع الكرة ويتفوق دفاع فيوتشر. ناصر ماهر، عربي بدر، كعب، عدى ناصر، لمسها ناصر، وصلت الكرة إلى أحمد عاطف، مرة تاني أحمد عاطف انفراد، أحمد عاطف يا ولد أحمد عاطف بمهارة غير عادية وبخارج القدم، ناصر ماهر يضع انفراد، هدية من ناصر ماهر ويقبل الهدية أحمد عاطف وبدون أي تعاطف مع سيراميكا كليوباترا أحمد عاطف، لكن خلينا نستنى تأكيد الفار. كريم نيدفيد تأخر، كريم وصلت إلى بولبول يلعبها إلى منسا ناحية اليمين، يمشي ويدخل لجوه ويسدد في السماء، الستة بتوع فيوتشر أصفروا عن إيه؟ أصفروا عن هدفين. طيب هل كده لا يحسب الحقيقة لسيراميكا ان هم متفوقين في المحاولات وفي التسديدات رغم النقص العددي، ادي مطالبة جول مطالبة وجول، لسه بيطالبوا بضربة جزاء لكن اللعب استمر، كملوا الهجمة وكملوا الكورة وكملوا الثلاثية، كملوا الثلاثية، ايمن الصفاقسي يسجل وياخد انذار لكن هو خلاص خد قرار الاحتفال انه يقلع، شوف 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 عمر كمال الظهير الايمن الجوكر اللي بيجيد بالقدم اليمنى وبالقدم اليسرى بيرسل قذيفة، شوف الصاروخ ده وشوف الكرة برجله الشمال، عمر كمال يلعبها تروح في اتجاه المرمى تمنعه العارضة من التسجيل، لتجد المتابعة الأكثر من رائعة من النجم أيمن الصفاقسي يسجل تن، بولبول وجوناثان يلعبها للبطاط والكرة العرضية لكن تعدي من الكل وتاخد طريقها إلى برا الملعب، العموم خلاص هو كده انتهى الوقت الأصلي وانتهى كمان الوقت بدل الضايع، سيراميكا بيحاول يبعدها الدفاع، صفارة طارق مجدي تنهي أحداث هذه الليلة والسهرة الكروية الرمضانية أصدقائي المشاهدين، ثلاث نقط جديدة لفيوتشر يرفع رصيده ل 22 نقطة عن طريق بوبو في الدقيقة 11 وأحمد عاطف في الدقيقة 33 واختتم الأهداف